السلام عليكم، معكم الفارس، شاء الله تكونوا بخير وعافية. فيديو اليوم هيكون على التحديثات اللي جابتها شبكتي. راح نبدأ بأول تحديث. طبعا أول تحديث راح تكون إضافة مستويات جديدة للملوك. طبعا كل ملك راح يكون له 5 مستويات جديدة. رقم 2، راح تتغير شكل القرية لشكل الأوراق فقط حق القرية إلى منظر الخريف. رقم 3، طبعا رقم 3 راح يكون مستويات جديدة المدفع الهاون والقوة. طبعا هذه التسريبة تسربت منها بس ما كانت مؤكدة، الآن هي مؤكدة. رقم 4، إضافة مستويات جديدة للغولم وللحفار. طبعا إضافة مستويات جديدة كانت من قبل مسرب بس الآن صارت أكيدة. طبعا يمكنكم أن تلاحظوا شكل الحفار وشكل الغولم من الصورة. هذا كان فيديو اليوم، لا تنسى أحلى لايك وأحلى اشتراك، لا تنسى تكتب لنا رأيك في التعليقات.